قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن بلاده تمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية، مشيرا لوجود أسباب منطقية وراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. يأتي ذلك في وقت تجددت فيه صباح اليوم المظاهرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وسن نهج جديد في إدارة البلاد. أسبوع الغضب، ذلك العنوان الذي اختاره محتجون نزلوا لشوارع لبنان لتجديد احتجاجاتهم المطالبة بالإصلاح وتأسيس نهج جديد. المحتجون أغلقوا عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة، كما أغلقوا مدخل مدينة طرابلس شمالي البلاد وأقفلوا أبواب عدد من الإدارات العامة في مختلف المناطق. كما منح المشاركون في الاحتجاجات رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مهلة يومين من أجل تشكيل حكومة جديدة. هنا دخل الرئيس ميشيل عون على الخط قائلا إن ولادة الحكومة الجديدة كانت منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك. وأضاف عون أن تشكيل الحكومة يتطلب اختيار أشخاص يستحقون ثقة اللبنانيين والمجلس النيابي، وهو ما يتطلب بعض الوقت، مشددا على أن المطلوب هو حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان. في إطار الاقتصاد، أوضح عون أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية، أزمة لم تفلح جهود معالجتها بسبب العراقيل الكثيرة حسب قوله، وهو الأمر الذي حذر منه كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف الأزمة الاقتصادية بأنها الأسوأ في لبنان منذ عام 1914. قائد الجيش العماد جوزيف عون قال إن عمل الجيش في هذه المرحلة عمل دقيق، خصوصا في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تترافق مع توتر في عدد من المناطق، مؤكدا احترام المؤسسة العسكرية لحرية التعبير، ولكن دون التساهل مع أي تصرف مخل بالأمن. معنا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلة المملكة مي عبد الله. أهلا بك مي. يعني السؤال، لماذا عاد زخم التظاهر من جديد والاحتجاجات في العاصمة بيروت؟ نعم، بالفعل عاد هذا الزخم وبقوة إلى الشارع، وذلك بعد أن استفحلت الأزمة الاقتصادية في البلاد ووصلت إلى حدود غير مسبوقة. الناس تعبر عن غضبها وعن سخطها وعن تعبها جراء هذه الأزمة بعد أن أمهلت السلطة فترة نوع من الاستراحة إذا صح التعبير، أو الثورة في التحركات المتقطعة جراء التي همدت بعض الشيء بعد عطلة الأعياد في رأس السنة وعطلة عيد الميلاد ورأس السنة. اليوم يرى الشارع بأن كل هذه المهل استنزفت، فعلى السلطة أن تسارع إلى التحرك لحل هذه الأزمة. فعلا هناك أوضاع اقتصادية صعبة لم يستشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد. سياسة المصارف التعسفية تزداد في هذه الفترة، المؤسسات تغلق أبوابها، هناك أكثر من 50 مؤسسة في لبنان أعلنت أنها ستغلق أبوابها خلال الشهرين المقبلين. هناك مؤسسات أمهلت الموظفين حتى شهر شباط فبراير المقبل، ومؤسسات أخرى حتى نيسان أبريل المقبل. فإذا الوضع الاقتصادي المتردي، وصول الأزمة إلى حدود غير مسبوقة، وتحركات السلطة التي تتحرك في واد يعني يختلف ولا يوازي طبيعة الأزمة الموجودة، هو ما عاد وفجر هذه التحركات في الشارع. طبعا تحركات اليوم كانت غاضبة لم تشهدها بيروت أو لبنان ككل منذ قبل يعني مهمة تكليف رئيس الحكومة حسان دياب. نعم، كانت هناك أيضا يعني احتجاجات ويعني مطالبات من قبل المتظاهرين بإمهال دياب يومين لتشكيل الحكومة. إلى الآن ما هي أسباب يعني تأخر تشكيل الحكومة؟ طبعا واضح بأن في المشهد السياسي
يعني هناك عدم اتفاق بين الأطراف السياسية على شكل الحكومة المقبلة من جهة، وعلى عدم التوافق على تقاسم الحصص الوزارية من جهة ثانية. كان هناك خلاف على حقائب عدة، منها الخارجية والدفاع وعدد من الوزارات الأخرى. كان هناك خلاف على تسمية جبران باسيل الوزراء المسيحيين التسعة في الحكومة. أيضا كان هناك خلاف على مطالبة التيار العوني بحصوله على الثلث المعطل داخل هذه الحكومة. نشبت هذه الخلافات طبعا وعطلت وعادت الأمور إلى نقطة الصفر. نعم من بيروت مراسلة المملكة مي عبد الله، كنت معنا، شكرا لك.